أسعد الله أوقاتكم مشاهدين زاكروس الفضائية، رجعنا لكم حزورتنا البسيطة الخفيفة ويا الناس والعالم وشبابنا وبناتنا. خليكم ويانا حتى نشوف الحزورة شنو هي ونشوف العالم شو راح تجاوبنا. مرحبا. مرحبا محمد. محمد حزورتنا سهلة، شو تقول؟ تقول تبدا بحرف السين، لها يا سمينة ولها يا سفينة، اولادها 12 عمرها 60، شنو هي؟ والله ما اعرف. اولادها 12 عمرها 60، من هنا نجي شنو هي؟ اولادها 12؟ والله ما اعرف. شنو هو ممكن يكون عنده اولاد 12 عمرها 60؟ ولا هي سفينة ولا هي سمينة؟ الجد. حزرتنا شو تقول؟ تبدأ بحرف السين، ولا هي سفينة ولا هي سمينة، عندها 12 جاهل عمرها 60، شنو هي؟ ما ادري. زين هو شنو هو؟ شي جماد؟ شي جماد؟ شنو هو؟ تبدأ بحرف السين، ولا هي سفينة ولا هي سمينة، عندها 12 جاهل عمرها 60 سنة، شنو هي؟ تبدي بحرف السين، لا هي سفينة ولا هي سمينة، أولادها 12 عمرها 60، شنو الشيء اللي جيبه لك احكي لي؟ سيم. تبدأ بحرف السين، لا هي سمينة ولا هي سفينة، أولادها 12 عمرها 60، شنو هو؟ أولادها 12 عمرها 60، لا هي سفينة ولا هي سمينة، شنو ضعيفة؟ ولادها 12 زين؟ عمرها 60. عمرها 60؟ فكر، ما اعرف. ما اعرف. يجوز جماد ويجوز بشر ويجوز حيوان. بس انا اقول حيوان. انور حزورة عندنا اليوم، اريدك تعرف جوابها. شو تقول؟ تبدا بحرف السين. لا هي حرف السين. لا هي سمينة ولا هي سفينة. زين؟ ولا هي سفينة. اوكي. اولادها 12 عمرها 60. شنو ممكن تكون؟ ولادها 12 عمرها 60 ساعة.